من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. لقد غيب القدر علينا، لقد غيب القدر عنا المجاهد عضو جيش التحرير الوطني والعميد السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي المغفور له بإذن الله سي محمد بتشين. بعد عمر حافل بالعطاء استوفى للوطني حقه، حيث أدى واجب التحرير وأدى واجب بناء الجزائر المستقلة وتشييد صرحها. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران يا رب، وأبدله بيتا خيرا من بيته.